السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الأطفال، كيف حالكم؟ عسى أن تكونوا بخير. خليكم في البيت للحفاظ على صحتكم وصحة عائلتكم من فيروس كورونا. درسنا لهذا اليوم في مادة التربية الإسلامية هي ورقة عمل عن الاستغفار. الاستغفار مهم في حياتنا. قال الله تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا نستغفر الله سبحانه وتعالى، أش يعطينا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني الله سبحانه وتعالى إذا نستغفره يرزقنا ويعطينا أموال ويعطينا أولاد ويجعل لنا الجنات ويجعل لنا أنهار وتمطر السماء علينا بأمطار مفيدة وغزيرة لينبت الزرع. والاستغفار هو أحبابي الأطفال هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وفيها نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. ويجب علينا أحبابي الحلوين أن نستغفر الله حتى يغفر ذنوبنا. قال الله تعالى: وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الذنوب يا أحبابي الحلوين تجعل قلوبنا سوداء متصدية. كيف تبيض قلوبنا؟ تبيض بالاستغفار. كلما استغفرنا كلما زال السواد من قلوبنا. فيجب علينا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى حتى ينقي قلوبنا ويزيل همومنا ويزيل غمومنا. أرجو أن تنال رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء أحبابي الحلوين.